هاجر محمد. قولي لي اخبار الجبر والهندسه. الامتحان ما كانش احسن حاجه يعني، والوقت ما كانش مكفي بصراحه، والمقالي كان يعني الامتحان تحسيه كتير ومليان خطوات كتير، والوقت مش مكفي للاسف، ولا يعني ما كانش حلو، مش في مستوى الطالب يعني اللي هو يقدر يحل يعني، لا ما كانش حلو خالص. يعني صعوبه الاسئله كانت في ايه؟ المقالي كان مليان خطوات لا كان تقيل بجد. رقية قولي لي اخبار الجبر والهندسة. هو كان في سهل وصعب، بس الوقت ما كانش مكفي، و يعني عبال ما وصلنا للمقالي كان خلاص الوقت خلص. جالي كام سؤال تقريبا في ايه؟ كام سؤال؟ مش عارفة، الأسئلة كانت كتيرة وكان كل سؤال محتاج خطوات كتيرة. طيب صعوبة الامتحان كانت في ايه؟ يعني صعوبة الأسئلة كانت في ايه؟ هل الأسئلة أول هو كان في تريكات كده في كذا مسألة، نوع محتاجة تركيز وجايب حاجات كده، يعني عايز حد مذاكر كل حاجة. بس محتاجة طبعا وقت أكتر. محتاجة وقت عشان المقالة. في